النشرة الفنية الأسبوعية من قناة قصة حياة، نبدأها بالعناوين. باسم ياخور ينفصل عن زوجته. حسن شاكوش وريم طارق زفاف أسطوري انتهى بطلاق مبكر. جمان مراد شعرت بوفاة ابنتي قبل يوم من رحيلها. صدور مذكرة توقيف جديدة بحق ستيفاني صليبة. نجلاء فتحي إلى القضاء لإيقاف استغلال دام 4 سنوات. طرد بيسان إسماعيل من حفل زفاف غيث مروان وسارة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. جدل كبير يثير نجم ذا فويس المعتزل خالد الفايد. بسبب مسلسل إيمان العاصي تلقيت تهديدات بخطف ابنتي. لما الأصيل تنهار على الكاميرا وتكشف خيانة زوجها لها. فائق حسن يبادل أصالة رسائل الغرام. شيرين وحسام يخطفان الأنظار برقصة. خلافات أليسا وشركة وتري تؤخر صدور ألبومها الجديد. كانت هذه عناوين النشرة الفنية، وإليكم التفاصيل. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري، وشكل خبر الانفصال صدمة لعشاق باسم، وأشارت مصادر مقربة من الطرفين إلى أن هذا الانفصال وقع قبل مدة وبعيدا عن أعين الإعلام، وأكدت رنا هذا الأمر من خلال حذف الصور التي تجمعها بباسم وإلغاء متابعتها له على إنستغرام، في حين لم يصدر أي رد فعل عن الفنان المحبوب. كشفت الفنانة السورية جمان مراد خلال مشاركتها في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عن شعورها بوفاة ابنتها قبل يوم من مفارقتها الحياة، وقالت إنها شعرت بنار في داخلها ولم تستطع النوم في الليلة التي سبقت وفاتها، وعندما سألها زوجها ما بها ردت عليه بأن ابنتهما ستموت، وتابعت كلامها وقالت إنها ذهبت في الصباح إلى المستشفى ووضعت يدها على جبين ابنتها وقرأت لها الأدعية وكأنها تودعها، وعندما خرجت من عندها قامت بشم رائحة يدها لتجد رائحة الريحان فيها وكأنها ريحان أهل الجنة بحسب تعبيرها، وبعد ساعة من هذه الحادثة توفيت ابنتها. تصدرت أخبار انفصال حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الطلاق وقع بعد 3 أشهر من حفل زفافهما الأسطوري، وتبادل الطرفان الاتهامات، فريم طارق عرضت منشورا اتهمت فيه حسن بطردها من منزل الزوجية وتغيير أقفال الأبواب، بالإضافة إلى استيلائه على كافة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة بمؤخر الصداق والتشهير بها. من جانبه رد شاكوش مطرب المهرجانات الشهير على هذه الادعاءات عن طريق محاميه الذي أكد رفعه دعوى ضدها اتهمها فيه بمغادرة منزل الزوجية بدون إذن وبإخفائها المجوهرات وسرقة مبلغ 500,000 جنيه مصري فقدت من المنزل يوم مغادرتها. صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبة، إذ ادعت النائبة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عليها وعلى رياض سلامة وزوجته بتهمة اختلاس وتبييض الأموال، وطالبت قاضي التحقيق الأول بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم. رفعت الفنانة المصرية نجلاء فتحي دعوى قضائية ضد أحد المشاريع التجارية في الممشى السياحي في بندر الفيوم غرب القاهرة لاستخدامه صورها واسمها منذ العام 2019 دون أخذ الإذن أو الموافقة منها، واعتبر محاميها مصطفى بلتاجي الأمر مخالفا للقوانين المدنية والجنائية. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طرد اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل من حفل زفاف الأردني غيث مروان وسارة الذي أقيم في مدينة دبي، إذ تفاجأت بيسان عند وصولها لحفل الزفاف بمنعها من الدخول من قبل الحراس بحجة عدم وجود اسمها بين المدعوين، وأشارت إلى أنها قدمت لحفل الزفاف بعدما دعاها غيث وسارة وعندما التقت بهما قبل عدة أيام. من جانبه رد غيث على الجدل الذي أثارته بيسان وقال إنه التقى بها لكنه لم يقم بدعوتها للحفل، وأشار إلى أنه كان سيسمح لها بالدخول لو علم بوجودها على الباب، لتعود بيسان وترد على تصريحاته باتهام زوجته سارة بعدم السماح لها بالدخول. أثار خالد الفايد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور الذي عرضه والذي أكد فيه تعرضه لتهديدات من المنتج هاني محروس
لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما والذي لم يمضي منه سوى سنة واحدة من أصل 8 سنوات بسبب اعتزاله الفن. وأشار خالد إلى وجود شرط جزائي في العقد بقيمة $500,000. من جانبه رد هاني محروس على كلام نجم ذا فويس المعتزل وأكد عدم صحة الكلام المتداول. يذكر أن خالد نشر قبل هذا المنشور بدقائق منشورا آخر تحدث فيه عن رؤيته النبي والصحابة في المنام. أكدت الفنانة المصرية إيمان العاصي تلقيها لتهديدات بخطف ابنتها من قبل مجهولين، وذلك بعد عرض الحلقة 20 من مسلسل العمدة. وقالت في مقابلة أجرتها في برنامج معكم لمنى الشاذلي أن نجاحها في تأدية دور دلال الشريرة جعل الجمهور يخلط بين الواقع والتمثيل. ظهرت الإنفلونسر الشهيرة السورية لمى الأصيل منهارة في مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأته بتهنئة زوجها على خيانتها مع امرأة أخرى، وأكدت انفصالها عنه بعد 12 عاما من الزواج قبل أن تنهار وتبدأ بالصراخ واتهام الآخرين بمساعدة زوجها، وطالبت لما طليقها بنصف ثروته. من جانبه رد باسل خير صاحب شركة وطن على ادعاءات لما، وأشار إلى أنها رفعت دعوى الطلاق قبل 3 أشهر، وبعد هذه الدعوى ارتبط بامرأة أخرى، وقال إن لما لم تكن تهتم به ولا بعائلتها، وأنها كانت تضع جميع أموالها في البنك دون أن تساعده في المصروف. واختتم حديثه بالقول إن لما أخذت من أمواله $20,000 لترفع عليه دعوى الطلاق. هنأ الشاعر العراقي فائق حسن زوجته أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم 15 من مايو الجاري بمنشور مليء بكلمات الحب والغزل، وقال إنه يشعر بالسعادة الأبدية معها. لترد عليه أصالة بالقول إنها كانت تخشى الاحتفال بعيد ميلادها قبل زواجها منه. ودخل ابنها خالد الذهبي على الخط وعلق على المنشور مهنئا والدته بعيد ميلادها، ووصفها بأنها أجمل أم في العالم، لترد عليه بكلام يدل على فخرها الكبير به. خطف الثنائي شيرين وحسام حبيب الأنظار بعدما قاما بالرقص على أغنيات كل ما غني أثناء حضورهما حفل زفاف. وقد عبرت شيرين عن سعادتها مع حسام وأكدت وجود تعاون جديد بينهما على المستوى الفني، وقد شكرته على دعمه الكبير لها في مسيرتها الفنية. وكانت شيرين قد ظهرت مع حسام قبل عدة أيام بمجموعة من الصور الرومانسية أثناء حضورها حفل روائع الموجي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، لتؤكد هذه الصور عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين بعد حادثة الطلاق التي وقعت العام الماضي والخلافات الكبيرة التي رافقتها. أدت الخلافات والنزاعات بين الفنانة اللبنانية إليسا وشركة وتري إلى تأخير إصدار ألبومها الجديد الذي كان من المتوقع صدوره بالتزامن مع عيد الفطر السعيد. وأثار حذف شركة روتانا المنشورات الدعائية الخاصة بأغنية باتماي العلبيت جدلا كبيرا على مواقع الإنترنت. وردت إليسا على هذا الموضوع عبر حسابها في تويتر، إذ أكدت وجود تفاصيل صغيرة حالت دون توقيع العقد، وأكدت أن شركة روتانا عائلتها ودعت عشاقها للانتظار قليلا. من جهتها رفضت شركة روتانا إطلاق الألبوم حتى تنهي إليسا خلافها مع شركة وتري التي تملك حقوقا لبعض الأغاني فيه. وكان خلاف وقع بين إليسا وشركة وتري لعدم تدخل شركة الإنتاج في قضية أغنية وبطير التي تملكها إليسا، والتي أعاد الفنان زياد برجي تسجيلها بصوته. من جهتها قالت شركة وتري إنها شركة توزيع موسيقي متعاقدة مع عدد من الفنانين من بينهم إليسا وزياد برجي، وأكدت عدم وجود علاقة لها في الخلاف لأنه يخص إليسا وزياد، وتركت مجال العودة مفتوحا أمام الفنانة اللبنانية والتي لا زالت حتى الآن مصرة على فسخ العقد.